بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. هذا مراجع للذي سبق بالأمس. أخذنا العرش هو سرير الملك، والكرسي موضع القدمين، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق، لكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنها تقله أو تظله وتحيط به سبحانه وتعالى. نعم. محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم. ولا يحيطون به علما. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم. رد على الجهمية الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما عليه الصلاة والسلام. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم. قلنا هذا فيه الإيمان بأركان الإيمان الستة. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم. وهذا أن كل من استقبل القبلة نحكم على ظاهره بالإسلام، والله أعلم بما في باطنه. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم. ولا نجادل في القرآن. قلنا معنى هذا أننا لا نتكلم بأشياء لم يتكلم عنها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم. إذا لابد من الاجتماع على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عليهم. نعم. للافتراق. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم. بل يضر، لأن الإيمان يزيد وينقص. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. نعم. لا نشهد بجنة أو بنار إلا لمن شهد له الله سبحانه وتعالى وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وذكرنا هذا، أن السائر إلى الله لابد أن يجمع في السير إلى الله بين الخوف والرجاء. نعم. نعم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، المتوفى سنة 321، في العقيدة الطحاوية: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الآن هذا هو مبدأ الدرس الجديد. سيذكر معتقد أهل السنة والجماعة في التكفير. هل نكفر أو لا نكفر أو نتوسط، ويكون التكفير بعد إقامة الحجة وانتفاء الشبهة. نعم. إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، نسأل العافية والسلامة، يكفر. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: يريد بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. نعم. وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، ولخصناها في
أربعة أمور: قول، عمل، اعتقاد، شك. نعم. من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه، لقوله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان، أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك. نعم، الأمثلة الأولى كانت على القول، وهذا فيه شيء من الفعل وشيء من القول كذلك. نعم، لأنها عبادة. نعم، لأن كان يسجد للصنم مثلا، هذا فعل. نعم، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله. نعم، يناقض قول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان. نعم، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك. نعم، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله. نعم، وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها إن شئت وبالله التوفيق. نعم، إذن ليس فقط الجحود، يخرج إما بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وقد تقدم معنا أننا نهتم في تعريف التعريف إلى التعريف الشرعي، التعريف الشرعي. نقول الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، قال العلامة ابن مانع رحمه الله: هذا هو الموضع الثالث والأخير، والله أعلم، الذي يعني وجدوا عليه فيه ملاحظات. نعم، قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، اقتصر المصنف على هذين الركنين في بيان الإيمان، وهو قول المرجئة، وذهب مالك والشافعي وأحمد وسائر أهل الحديث إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو الحق والصواب. نعم، إذا لابد في تعريف الإيمان من أمور خمسة: قول، عمل، اعتقاد، يزيد وينقص. نعم، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي. نعم، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. نعم، قال الإمام الطحاوي: وجميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. كله حق، يعني لا يمكن أن نرد شيئا مما جاء في الكتاب والسنة حتى وإن لم يتصوره العقل. يعني نعم، قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يريد بذلك الرد على سائر الجهمية المعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وأحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا: والآحاد تفيد العلم ولا يحتجون بها من جهة متنها. الصحيح أن نقول يفيد العلم بالقرائن وانتهى الأمر. نعم، حديث الآحاد
نعم. فسد على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وأفعاله من جهة الرسول وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية. نعم، لأنهم قدموا العقل على النقل واعتقدوا أولا ثم استدلوا ثانيا. والحق والصواب ما ذهب إليه كبار الأئمة المحققين من أن خبر الواحد العدل يفيد العلم كما في فتح المجيد. نعم، وإحنا نقول يفيد العلم بالقرائن، احتفت القرائن أن يفيد العلم. نعم، كما في فتح المجيد ورسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وكذلك ابن القيم أطال البحث في النونية والصواعق بما يشفي ويكفي. وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين يفيد العلم اليقيني. راجع أوائل لوامع الأنوار للسفارين وهو الحق. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، وقلنا لا أن الناس تفاوتوا في الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: الحق الذي لا إشكال فيه أن الإيمان متفاوت في أصله، فإيمان أحد الناس ليس كإيمان جبريل ولا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء ليس من عقائد أهل السنة. قال الإمام ابن باز رحمه الله: قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه نظر، بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم، والله المستعان. نعم، وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وقد تقدم أن لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأولياء الرحمن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمع بين الإيمان والتقوى. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: أولياء الرحمن هم الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنة، فأدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرمه من المعاصي، فهم المتقربون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله عليه السلام. وأما أهل التدجيل والتلبيس بزعمهم دخول النار ومسك الحيات، فهؤلاء أولياء الشيطان. لأن ظهر زمن شيخ الإسلام من كان يمسك الحياة ويأكل النار والسم ويدخل في النار. نعم، ويدعون أنهم أولياء الله. نعم. قال الإمام الطحاوي: ما يسميه العلماء خوارق العادات. خوارق العادات تنقسم إلى أربعة أقسام: آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كرامة تكون لأولياء الرحمن، معجزة وفتنة قد يعجز عنها بعض الناس، وتكون لأولياء الشيطان، وهذا يعرف بحال الرجل دجال مثلا. نعم. الرابع فضيحة. نعم، وقد تقدم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. إذا ماتوا وهم موحدون، العبرة بالخواتيم تقدم معنا بالأمس، وأن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار خلود أبدي، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. أما صاحب الشرك الأصغر إذا مات عليه فلا يخلد في النار خلود أبدي، لكن لابد أن يعذب ثم بعد هذا يدخل الجنة. أما صاحب الشرك الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار إذا مات ولم يتب. نعم. قال رحمه الله:
وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. نعم، لكن إذا تاب العبد تاب الله عليه، سواء كان من الشرك الأكبر أو الأصغر أو الكبائر أو الصغائر، لعموم الأدلة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. نعم. كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من الصغائر والكبائر. وإن شاء عذبهم في النار بعدله. نعم. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. نعم. وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. آمين. آمين. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله عارفين، لا يخفى أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان. وذكرنا أن الإيمان لابد فيه من قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، لأنه إذا كان يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه، فهذا إذا كان يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه ماذا نسميه؟ ضعيف الإيمان، كافر، مؤمن؟ ماذا نسميه؟ يعتقد بقلبه، يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، ولكن لا يقول بلسانه، وهو قادر، صحيح، معافى، قادر على الكلام، هذا نسميه. أئمة الكفر على هذا، إبليس على هذا، فرعون على هذا، صحيح؟ نعم. قال قوله عارفين، وإذا كان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه منافق نفاق أكبر اعتقادي. نعم. قال ابن مانع رحمه الله: قوله عارفين، لا يخفى أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان. ولهذا قلنا أننا الأصل أن نأتي بما جاء في الكتاب والسنة. نعم، وهذا أفضل. وقد خالف المصنف ما ذهب إليه سابقا من أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الإيمان. وأما مذهب السلف فالإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذا هو الصواب. وذهبت الكرامية إلى أنه قول باللسان، وقالت الجهمية إنه الاعتقاد بالجنان، وهذا هو الذي اقتصر عليه المصنف. فعلى هذا ليس في الناس كافر، فإنهم معترفون بوجود الله وأنه ربهم وخالقهم. ولا يمكن هذا أحد أصلا. فرعون في قرارة نفسه مقر بوجود الله سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. نعم. فعلى هذا ليس في الناس كافر، فإنهم معترفون بوجود الله وأنه ربهم وخالقهم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالله سبحانه وتعالى كفر المشركين مع اعترافهم بأنه خالق السماوات والأرض، أي توحيد الربوبية. والخصومة كانت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم. وكذلك إبليس وأبو جهل وفرعون وقارون وهامان وغيرهم من طوائف الكفر كلهم مؤمنون على زعم الجهم وأتباعه. نعم، هذا في المعتقد، أما لم يصرحوا بألسنتهم. نعم. لأنهم يعترفون بأن الله ربهم وخالقهم، فهم مؤمنون على هذا القول الباطل المردود. وقد رد ما ذكره المصنف أئمة الإسلام كابن القيم وغيره. قال رحمه الله في النونية: قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان. هم أقروا بهذا التوحيد، اسألهم. قال: نعم. واسأل أبا الجن اللعين: أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران؟ إبليس. واسأل كذاك إمام كل معطل، فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ لم ينكر هذا التوحيد أحد إلا على وجه المكابرة، كما حدث من فرعون والنمرود. نعم. أو على وجه التشريك، كما حدث من قلنا المجوس. نعم. واسأل كذاك لكن هو في قرارة نفسه يعرف أنه مخلوق. نعم.
واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبشروا بما فيهم من كافر فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. نعم. قوله بأن الله تولى أهل معرفته يقال فيه ما تقدم من التحرير والبيان. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. الآن قاعدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مريحة جدا، كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع. كل من صحت صلاته، إذا صلى منفردا صلاته صحيحة، أي إنسان عندنا إذا صلى منفردا صلاته صحيحة، إذن إمامته صحيحة. أعطيكم أمثلة الآن ما لم يمنع مانع، مفهوم؟ عندنا إنسان صلى العافية والسلامة آكل للربا، يأتي الكبائر من الربا والزنا وحلق اللحية وإسبال الثياب، إذا صلى منفردا صلاته صحيحة؟ نعم. إذن إمامته صحيح. من هو أولى بالإمامة هذا أمر آخر، لكن لو صلى بالناس إذا صلى منفردا فصلاته صحيحة، إذن إمامته صحيحة. ما لم يمنع مانع. ما لماذا قلنا ما لم يمنع مانع؟ لأن المرأة الآن إذا صلت منفردا فصلاته صحيحة، تمام. إذا صلت إماما بالرجال لا، هنا يمنع مانع، مفهوم؟ لكن لو صلت بالنساء يصح. إذن كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع. أيهما أولى، من يقدم ومن يؤخر، هذا أمر آخر، يؤم القوم أقرأهم الكتاب لا كذا. طيب الثاني، كل من مات على الإسلام قلنا نعامل على ظاهره، يغسل ويكفن وصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويترحم عليه، وكل من مات على الكفر نحكم على ظاهره، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يترحم. نعم. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: مراده بذلك الرد على الرافضة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الصلاة خلف الفاسق، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى صحتها مع الكراهة، وذهب الإمام أحمد ومالك إلى عدم الصحة، والفاسق هو الذي ارتكب الكبيرة وأصر على الصغيرة. ولا فرق في صحة الصلاة خلف الفاسق عند الإمام أحمد بين أن يكون فسقه من حيث الاعتقاد أو العمل.